راح احكي عن البنود اللي المفروض انت تدير بالك عليها لما تروح تاخذ قرض من البنك. الملفات اللي بتبين ارتفاع او انخفاض نسبة الفائدة، لقيت انه البنك اللي انا عميل عنده هو اعلى نسبة فائدة في التعديلات على حسب اللي فهمته بفيو سريع على الفايلات. الموضوع خلينا نحكي مع البنك هلا هيك على الملأ. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اليوم بما اني كثير مبسوط، بما انه اليوم يعني يوم شوي مميز راح احكي لكم ليش، فقررت انه اليوم هو انسب يوم انا اعمل فيه الفيديو هذا. ليش؟ لسببين. السبب الاول، تخيل انك تصحى هيك يوم الثلاثاء بنص الاسبوع اللي هو اسوأ يوم في الاسبوع واصعب يوم انك انت تطلع فيه على شغلك، لانه بنص الاسبوع يعني انت لا عارف هو الاسبوع بلش ولا هو الاسبوع راح يخلص ولا whatever. هو يوجولي اطول يوم في الاسبوع بكون، تصحى تلاقي هذا اليوم عطلة. شو المناسبة؟ المناسبة انه هو اصلا ثاني ثلاثاء من شهر 2 في كل سنة، اليوم الرياضي في قطر، ومن الصبح انا طالع وبلفلف، كلها ايفنتات في كل مكان، وهذا الاشي كثير حلو في قطر، كلها ايفنتات وبلفلف وبمشي وبصور، ويعني مش مخلي اشي اللي عملته من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 6 المساء بعد ما غابت الشمس. طبعا عشان هيك اليوم وجهي احمر احمر في الفيديو، لانه اصلا لها ساعتين ثلاث الشمس غابت ولسه الإفكت تبع المشي اليوم على وجهي. السبب الثاني هو الأهم اللي احنا على أساسه عاملين هذا الفيديو، اللي هو البنك اليوم أو امبارح فعليا صدقوا معي تخيلوا للمرة الثانية خلال 9 سنوات أو 7 سنوات من الأكاونت عندهم، صدقوا بالإشي اللي وعدوني فيه، اللي هو حكوا انهم راح يبعتوا الكريدت او البطاقه تبعتي اللي هي اصلا على اساس بتوقف عندي الابلكيشن وتوقف عندي البطاقه والباسورد بتعطل والى اخره. صدقوا بانه هم راح يبعتوا البطاقه، وفعليا بعتوها، والإشي اللي كثير منيح اللي مشكورين علشانه انهم بعتوا البطاقه في مده اقل من المده اللي وعدوا فيها. هم حكوا خلال اسبوعين ان شاء الله بتنبعت، لكن خلال كم يوم كانت واصله عندي على قطر الحمد لله. ما بعرف ليه كان معقد الموضوع، ما دام طلع الموضوع كثير سهل. هلا عشان نكمل الموضوع اللي كثير لطيف، خلينا هلا مع بعض هيك بدنا نشيك على الاكونت نشوف هل هو فعليا ما انخصم اي شيء من الفلوس اللي في الاكونت على اساس انها تكاليف سواء اصدار او شحن او وات ايفر. بدي اشيك هلا انا معاكم، ادخل على الموقع تبع البنك، ندخل الاكونت تبعي، وهي جاسر مصطفى. راح اجيب فيديو مفصل احكي هذا الابلكيشن او الويب سايت تبع البنك كيف بنشغل عليه. ندخل الاكونت، ندخل كلمة السكيورتي، هاي ال وهي جي وهي 6، نقول له دخول. هلا بدخلنا على الاكونت تبعنا على البنك، حكى لنا انه الباسورد غلط، ندخل مرة ثانية، هاي ياسر مصطفى، هاي دخلنا الباسورد بي، هاي كلمة السكيورتي 6 PF2، وهاي لوج ان. راح شيك هلا على الاكونتس ان شاء الله انه ما يكون انسحب اشي على اساس انه البنك يكون صدق في الوعد تبعه، وعلى الاغلب انه صدق البنك في الوعد تبعه. بتطلع هلا على الاكونت تبعي، وفعليا صراحة مش مبين، لكن لغاية اليوم اذا باخذ كشف مختصر بنلاقي انه اخر ديت في عنا 45 دينار، اشي اسمه عكس قيد مشتريات او قيد مشتريات بتاريخ امبارح، التاريخ اللي وصلني فيه الكيس او او الدي اتش ال. هل انا شريت اشي على الكريدت؟ فعليا لا. هل كان على الكريدت اشي او حساب؟ هو امبارح او يوم 3/2 كان في عندي تحويل من الحساب للكريدت لحتى يسدد الكريدت، لكن عكس قيد المشتريات اللي بتاريخ امبارح، انا بتمنى
بتمنى من الله انه ما يكون على توصيل الكريدت واصدارها من البنك. يعني انا في عندي على الاكونت هلا نازل ايش اسمه عكس قيد مشتريات على 31، و بعرفش هم حولوا على الكريدت، هم سحبوا من الكريدت، هم لسه انا مش فاهم الموضوع، فراح ارجع احكي مع البنك ان شاء الله ونقدر نحل الموضوع. خلينا نحكي مع البنك هلا هيك على الملأ، لانهم هم يوجوالي بسجلوا المكالمات، فما عندنا مشكلة نحكي مع البنك. مرحبا بكم في مركز الخدمة الهاتفية لبنك. Welcome to Bank. For English language, please press 6. مساء الخير، كيفك صديقي؟ مساء الورد، اهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. اغلبك انا عميل عندكم، بس بدي اشيك بعد اذنك على الحساب تبعي. في عندي اشي مكتوب عليه عكس قيد مشتريات ومأخوذ 45 دينار، فبدي افهم هذا دخل الحساب ولا طلع من الحساب وشو سببه. تعرف اسم كين؟ بس جاسر مصطفى. تمام. هلا عكس قيد المشتريات حكيت لي انه داخل على حساب مش طالع منه، صح؟ المفروض انه يكون داخل على حساب حضرتك، يعني بكون مبلغ عفوا انعكس على حسابك، يعني رجع مبلغ للحساب. هو مكتوب عليه دائن. تمام، فبكون مبلغ رجع للحساب سيد جاسر بهيك حاله. قديش قيمته هو عفوا؟ 45 دينار بس مش عارف، يعني انا ما شريتش شيء يعني في 45 دينار. ممكن يكون عفوا بعملة ثانية، تمام؟ يعني غير الدينار الأردني، يعني ممكن يكون. لا هو مكتوب 45 جي او دي. ولا قصدك انا تمام، اشتريت بمبلغ انت غير؟ اشتريته عفوا بقيمة ثانية. متى هي كانت عفوا؟ امبارح 11/2. هسه بهيك حالة بدل ما خبص حالتك، يعني بالنسبة للمبلغ في جاسر اللي هو عقد قيد مشتريات بكون المبلغ عفوا داخل على الحساب. طيب يعني هلا بكل الاحوال انا لازم استنى نص ساعة بعدين ارجع احكي معكم. 100%. نص ساعة بتعود الاتصال فيها على نفس الرقم؟ طيب هلا بعد ما حكينا مع البنك تبين انه ال 45 دينار الموجودين على الحساب عكس قيد مشتريات هي مش مخصومة من الحساب، هي لا راجعة على الحساب، لكن انا مضطر استنى لغاية ما تتفعل البطاقة الجديدة على اساس ان انا اقدر اعرف هل هم هدول لايش رايحين او كذا. المهم at the end لغاية اللحظة ما في عندي اي تشارج على اصدار البطاقة، فتحناها مع بعض بطاقة البنك، ولا حتى شحن. هذا الشيء طبعا انا بشكرهم عليه. هيك خلصنا من هذا الاكونت. طبعا الشيء اللي كثير منيح بالموضوع اني انا هلا صرت بقدر ارجع افعل الابلكيشن او برنامج البنك اللي انا من خلاله بقدر ان انا اتعامل مع الحساب تبعي اونلاين من غير ما اضطر لانزل على الاردن ولا اي شيء من المعضلات اللي ممكن البنك يعلقنا فيها. طيب هلا حكينا انه مبادرتين كثير لطيفين، بعتوا لي العقد تبع القرض من غير ما اضطر انزل على الاردن، مشكورين. اللي راح اقراه راح نتفحصه مع بعض بالفيديو الجاي ان شاء الله. راح احكي عن البنود اللي المفروض انت تدير بالك عليها لما تروح تاخذ قرض من البنك، واذا انت مش مضطر تاخذ من قرض من البنك فلا تقبل بهاي الشروط، واذا البنك ما رضي انه يعدل هاي الشروط فانا نصيحه مني لك لا تاخذ قرض من البنك، لانه بغض النظر هلا حلال ولا حرام، لكن بحب احكي لك انه انت راح تاكل هواء بموضوع تغيير نسبه الفائده. واللي حكيته المره الماضيه اللي نسيت احكي لكم اياه هلا انه البنك حكى انه هو احسن بنك وهو انت احسن عميل وانت في اي بي والى اخره. لما رجعت لجمعيه البنوك وشفت الجرافس وشفت الملفات اللي بتبين ارتفاع او انخفاض نسبه الفائده، لقيت انه البنك اللي انا عميل عنده هو اعلى نسبه فائده في التعديلات على حسب اللي فهمته بفيو سريع على الفايلات. راح ارجع اتفحصها 100%، اقرا كل الهيستوري تبع السنه الماضيه ونشوف ايش البنوك اللي ارتفعت فيها نسب الفائده، ايش اللي ثبتت، ايش اللي كان رفع بسيط، وايش اللي كان رفع جدا كبير او مبالغ فيه، ايش اعلى بنك رفع نسب الفائده وايش اقل بنك رفع نسب الفائده. الشغله الثانيه انهم بعثوا لي البطاقه ومشكورين، وانا راح ان شاء الله بعد نص ساعه تتفعل اذا تفعلت مباشره. برجع بقدر افعل من خلال البطاقه الابلكيشن وارجع اتعامل مع هذا الابلكيشن. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله راح احكي عن موضوع الابلكيشنز، راح احكي عن موضوع البنك،
راح احكي عن موضوع البنك المركزي، ايش القوانين والتعليمات والتعاميم اللي اصدرها البنك المركزي، جمعية البنوك اللي يعني من خلالها بدرسوا نسب الفائدة بترتفع وبتنخفض او بتغير القيم تبعتها، والبنوك اللي بترفع والمدد الزمنية اللي بترفع فيها البنوك الفوائد على العملاء على القروض الموجودة. وما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، بس عشان تفهموا البروسس اللي صارت بدكم ترجعوا تحضروا الفيديوهات اللي اتسوت بالاول، واللي هي حتحكي عن ايش السبب اللي خلى موضوع البنوك يثار على الشانل، او اني انا اعمل فيديوهات بهذا الخصوص على الشانل تبعي. ويعطيكم العافية وبنشوفكم.